بسم الله، ندعو على بركة الله. اليوم غنصوم معكم واحد الكيكة ديال هاد القوق الأسود اللي تيبس و تنديرو في الطاجين، تيستعمل في كل شيء. كناخدو القيس اللي عندنا تقريبا واحد 8 الحبات، تقريبا واحد نص كيلو. كنديرو معاه 3 البيضات بكل شيء ليهم، كنديرو معاهم قشور ديال الحامض حامضة قشره محكوكه وجوج خمارات. الحامض بغينا نديرو الفاني نديرو فاني، انا في بلاصه الفاني غندير الحامض. هنا كاس ديال الحليب، كاس ديال السنيده اللي تيدير 150 غرام، كاس الحليب حتى هو 150 تقريبا هكاك. كندير كاس ديال الزيت ما كاملش، تقريبا 100 غرام سنتيليتر. هنا جوج كيسان ديال الطحين اللي كل وحده فيها تقريبا واحد 150، هي 300 غرام ديال الطحين، رابعه واحد شويه. هادو هما المقادير اللي عندنا: الحليب، السنيده، الزيت، الطحين، خمارات، قشور الليمون او فاني، وشويه القوق. دابا غادي نبداو نطربو البيض، خليكم معي. نزيدو الزيت، نزيدو السنيدة، نزيدو الحليب، نزيدو قشور ديال الحامض غير النص ديالو. غادي نبداو نزيدو الطحين كاس بكاس، ما نزيدوش كلشي في خطره. كنديرو 150 غرام الاولى، تنزيدو الكاس الثاني باقي خفيف خاصها تكون شويه ثقيله. دابا غنزيدو الخمارات بجوج، دابا هي تقالت غينا في هاد الثقل ديالها. دابا غنجيبو المول، هو دهناه بالطحين ودرناه في قلبو الزبده، دهناه بالزبده ودرناه في قلبو الطحين باردون. كنخويو الخليط كله، غنخليوها ترتاح هنا بما نقطعو هداك البرقوق. كل واحد يقطعو الطريقه اللي عجبو، نقسمو بهذه الطريقة على 4 حتى نزولو له العظم هكذا هكذا. نقسموه على 4 على 2، عاود كنزولو بحال الشكل غنديرو لافوكا في التقطاع. كنخليوه غليظ باش يبان لينا في الطياب، حيت غادي كاين بعض الحبات غيدخلو كاين اللي كيبقى الفوق. مهم نكمل ورجع معكم. هاهو دابا وجدناه، بسم الله. دابا غادي نحطو، غير نحطوهم ما نغرسوهمش هكا. كمل ورجع معكم. ها هي الطريقه ديالنا. دابا غادي ناخدو هذاك شويه الحامض اللي بقى، نرشوه من الفوق ونزيدو شويه السنيده، نديرو شويه السنيده من الفوق هكذا. وغادي ندخلوه الفران، الفران على 180، مده الطهي ديالها تقريبا واحد من 30 حتى 45. هذه الطريقه ديالها بحال الشكل ديال الجينواز ولا كيك. العافيه غير من التحت، خليكم معايا. هيا دابا وجدات الحامض،
دابا غادي نزولو. ها شتو دابا تخشاو هادوك لداخل، فوالا هي قلبناها. دابا غادي نديرو ليها شوية سكر كلاصي، شوية سكر كلاصي هكدا، عرفتي تخشاو هادوك القوق اللي درنا داك البريقيقات راهم غادي نقطعهم دابا غيبانو لينا. خليكم معايا نقطعها قدامكم باش نشوفوهم. بسم الله. فوالا نشوفوهم، فوالا اما هادو ها هما هي. وهنا تنساليو لان كتدخل لداخل الفواكه، اي فاكهه درناها كتخشى لداخل وسط الكيك حيت الكيك كيتنفخ، داكشي علاش. باي باي، خليتكم الراحه. ما تنساناش في اللايك الا عجبكم، وشي كومونتير زوين بحالكم. الله يحفظكم والله يكمل على الجميع. جربوا هذه راه لذيذه حلوه.